مرحبا ثاني في موضوع جديد بخصوص الداتا فريم. رح نتعرف في اليوم في الفيديو هذا على المابينج وكيف احنا نطبقها على الداتا فريم تبعنا. خلينا نقول انه اول شيء بدنا نجهز داتا فريم كالعاده حتى نبلش نطبق عليها شغلنا. نقول دي عندنا داتا فريم بتساوي عن طريق الداتا فريم بدي ابلش اعطيها الكولوم او الكولوم الاول. اوكي بدي اسميه سيتي، والكولوم هذا بدي اعطيه لستة في القيم الفاليوز تبعها. بدي اسمي مثلا السيتيز الموجودة عندي سميها الما مثلا، او خلينا نرجع تاني نعمل مسافة الما. خلينا نقول كمان عنا another city بدي اسميها مثلا brain head another one سميها fox park. تمام، هلا نضيف الاندكس لإلها نسميه another column altitude مثلا، نعطيه لابد نحطهم في الكوتيشن altitude والالتيتيود. هاي بدي اديها مجموعة من القيم داخل لستة برضو مثلا ارقام عشوائية مثلا او تقريبية. تمام، في عنا سينتاكس ايرور طبيعي اكيد انه هون نستعلم على الداتا فريم نشوفها. لاحظوا انه في عنا تو كولومز التيتيود بالاضافه للسيتي، وكل وحده فيهم تحتوي على فاليوز او كل كولومز بيحتوي فيهم على فاليوز خاصه فيه. هلا هلا خلينا نحكي انه احنا بدنا نضيف كولوم على هذه الداتا فريم. تمام، بدنا نشوف كيف بدنا نضيف هذا الكولوم. اول شيء خلينا نبني متغير جديد، نقول مثلا المتغير هذا دخليه state f مثلا. تمام، او نقول نحنا بدنا نضيف كولوم جديد. هلا لما بدنا نضيف كولوم جديد بدنا نعمل مابينج ما بين كل value وvalue. يعني مثلا حناخد السيتي، في عندنا ثلاثة سيتي الما بي اتش اف بي. تمام، نقول ان احنا بدنا ناخذ هاي السيتيز او هاي السيتيز كفاليو ونعملها مابينج مع فاليوز تانية ونضيف هاي الفاليوز الجديده في كولومز نسميه مثلا ستيت في نفس الداتا فريم. بالتالي خلينا نبلش نجهز في عمليه المابينج نسميها ماب. تمام، اللي حنجهزه هون هلا عباره عن زي ديكشنري. نقول له مثلا الما اللي انت اخذتها ناخذهم كلهم بالضبط كده. تمام، كنترول سي نحطهم هون كنترول في. الما بدك تعطيها مثلا تحطها في ولاية معينة في ستيت معين، بدي اسميها مثلا كولورو مثلا، خليها بهذا الشكل. والبي اتش تنتمي مثلا ل ستيت تانية سميها يو تي مثلا، ونفس الشي على اخر مدينة بدي اعطيها اسم الستيت تبعها بسميها مثلا دبليو واي مثلا. هلا صار جاهز البيانات او الفاليوز اللي بدها تنضاف او ترتفق لكل سيتي بناء على الفاليوز الخاصه في كل سيتي. عمليه المابينج تبلش هلا، بقول الداتا فريم اللي هي اسم الداتا فريم تبعي بدي انشئ فيها كولومز جديد اسمه ستيت. الستيت هاي مالها بدها تاخذ قيم اللي هي قيم وين بناء على شو؟ بناء على الدي فريم نفسها طبعا من عند السيتي، هو الكولوم اللي احنا بدنا نبني عليه عملية المابينج. قول له دوت ماب بدك تربط فيها بمين؟ المتغير اللي انت انشأته اللي هو الستيت ماب ستيت وكده ماب. هلا نيجي نستعلم عن مين؟ الدي فريم اللي احنا جهزناها.
بلاحظ انه already تم اضافة الكولومز الجديد اللي هو الستيت بناء على ربطنا له بناء ربط الفاليوز تبعها مع الفاليوز الخاصة بالسيتي. بهذه الطريقة احنا اشتغلنا على موضوع المابينج، هو موضوع كتير لطيف. احيانا بتكون الكولومز اوريدي هي جاهزة بس انه محتاج ان اجيب الكولومز من داتا ست مختلفة واجيبهم اربطهم في داتا ست جديدة او داتا فريم جديدة. بهذا الفيديو احنا كان هدفنا نشوف الماب كيف تطبيقها وكيف ممكن نحصل على النتيجة من خلالها، واوريدي حصلنا عليها وضفنا كولومز جديد داخل نفس الداتا فريم عن طريق الماب ميثود.